السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن يكون الكل بألف خير. درسنا لهذا اليوم هو جدال. الجدال إذا أول شيء يجب معرفته هو معنى الجدال، يعني أو في أي حالة نستعمل الجدال. لاحظ معي، نأخذ مثلا إذا كما تلاحظ معي هنا لدينا شيء يتكرر هنا، يتكرر هنا وهنا وهنا. إذا عندما يكون لدينا نفس العدد يتكرر فهنا نستعمل الجدال. إذا إذا أردنا أن نكتب الكتابة الضربية لهذا الشكل، لاحظوا معي كيف. إذا أولا نحسب عدد الأشياء الموجودة في الداخل. إذا نحسب 1 2 3، نكتب 3، ثم نلاحظ هذه 3 تتكرر. إذا تتكرر باللغة الرياضية هي في، بعدها تتكرر كم مرة. هنا نحسب العلب الخارجية لنعرف، يعني هذه طريقة نحسب العلب الخارجية. 1 2 3 4، إذا تتكرر 4 مرات. والمجموع نحسب هذه المجموع، نحسب كل هذه الأشياء الموجودة في الداخل. نبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا الخارج هو 12. نأخذ مثالا آخر، مثلا لدينا هذه المجموعة، المجموعات مثلا نضعها بالمثلثات، المثلثات إذا كما تلاحظ معي هنا، إذا حسبنا هنا عدد المثلثات 1 2 3 4 5، وهنا 1 2 3 4 5، نفس الشيء هنا 1 2 3 4 5. إذا العدد 5 يتكرر. لاحظوا معي طريقة كتابة ضربية، نكتب نحسب هذا 5 1 2 3 4 5، نكتبها هنا، ثم تتكرر، قلنا معناها هي في، تتكرر يعني في، يعني في هنا الجدال. تتكرر كم مرة؟ هنا نحسب العلب الخارجية الكبير. إذا عندنا 1 2 3، 3 علب، إذا في 3. والمجموع نحسب كل الأشياء الموجودة في الداخل، سواء كمثلثات أو فواكه أو أي شيء موجود في الداخل نحسبه كله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10. والمجموع هنا هو 5. تكرار فقط بهذه الطريقة، يعني لا يكون لدينا مجموعات، فقط أشياء مرتبة، نفس الشيء مرتب. مثلا هنا، إذا هنا إذا أردنا كتابة الضربية لاحظوا معي، أولا نحسب عدد الأفق، الخط الأفقي 1 2 3، نكتب 3، ثم في، ثم نحسب الخط العمودي 1 2 في 2 تساوي المجموع 1 2 3 4 5 6 6. أعيد،
نحسب أولا الخط العب الأفقي، واحد اثنان ثلاثة، نكتبه ثم نكتب علامات الإحتراف في، ثم نحسب الخط العمودي، واحد اثنان في اثنان تساوي مجموع كل التفاح. نمر إلى العملية، مثلا نأخذ هذه العملية 312 في 4، إذا هذه بشكل أفقي سنضعها 312 في 4 تساوي، إذا هكذا نبدأ 4 في 2. إذا طريقة الحساب هي نضرب هذه في هذه ثم هذه في هذه ثم هذه، إذا كأننا نوزعه هنا وهنا وهنا. إذا 4 في 2 100، 4 في 1 4، 4 في 3 12. إذا هكذا تكتب، الخارج هو 1248، الخارج هو 1248. إذا هذه الطريقة أعيد، كأننا نوزعها نضرب 4 في 2 نكتبها، ثم 4 في 1 نكتبها، ثم 4 في 3 ونكتبها، 586 في 97. انتبهوا معي، نكتب العدد 586 في 97. كمعلومة عملية الضرب لا تلزم الترتيب، يعني هذا العدد الثاني كما كتبنا في أي مكان فهو صحيح، يعني ليس مثل عمليتي الطرح والجمع اللي كيفرضوا علينا أننا نكتبهم بالترتيب الوحدة تحت الوحدة في العشرة. عملية الضرب هذا لا يهمنا، يعني نكتبها كيف نبغي. إذا هنا نفس الشيء، هذه 7 غادي نضربها في 6 في 8 في 5. تلو 7 في 6 2 و4، نكتب الاثنان ونحتفظ بالأربعة. 7 في 8 56، نضيف إليها 4 تصير 60، نكتب الصفر ونحتفظ بالستة. لاحظوا نضرب، يعني نشطب على الاحتفاظ السابق. 7 في 5 35 و6 41. الآن انتهينا من رقم الوحدات، سنمر لرقم العشرات اللي هو 9. طريقة للمرور لا يجب البدء بالوحدات، يجب أن نبدأ من العشرات. إذا هنا نضع نقطة، سنبدأ الآن بالعشرات، سنبدأ هنا إذن في جهة العشرات. إذا 9 في 6 54، نكتب الأربعة نشطب على الاحتفاظ السابق ونكتب الخمسة. 9 في 8 72، والخمسة 77. 9 في 5 45، والسبعة 51. عفوا، 9 في 5 45، والسبعة 52. الآن نضع علامة زائد 2، هذه نقطة تعتبر صفر، 2 زائد 0 2، 0 زائد 4 4، 1 زائد 7 8، 4 زائد 2 6، وهنا 0 زائد 5 5، يعني هذا هو الخارج 56842. الأعداد يكون من 30 أرقام، انتبهوا معي، 2325 في 7 671، انتبهوا معي، انتبهوا، نكتب العدد 2325 في 671
إذا هنا واحد في خمسة نفس الشيء، هذا نوزع هذا العدد على كل هذه العدد، واحد في خمسة خمسة، واحد في اثنان اثنان، أي عدد نضربه في واحد فهو نفسه، واحد في هذه خصنا نعرفها، أي عدد نضربه في واحد فهو نفسه. مثلا هنا مئة في واحد دون تفكير تساوي مئة، وأي عدد نضربه في صفر فهو صفر، مثلا نفس العدد مئة في صفر تساوي صفر، إذن هذه كمعلومة. ثم واحد في اثنان اثنان، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في اثنان اثنان. الآن كما قلنا سنمر للعشرات، إذن سننتقل من جهة الوحدات إلى جهة العشرات بنقطة. سبعة نفس الشيء، نوزع سبعة على كل هذه الأعداد، سبعة في خمسة خمسة وثلاثون، نكتب الخمسة بدون ثلاثة، سبعة في اثنان أربعة عشر وثلاثة، سبعة عشر نكتب السبعة بدون الواحد، سبعة في ثلاثة واحد وعشرون والواحد اثنان وعشرون، سبعة في اثنان أربعة عشر اثنان ستة عشر. الآن سنمر إلى المئات ونفس الشيء، للمئات نضع نقطة في جهة الوحدات ثم جهة العشرة ثم نبدأ من المئات. ستة في خمسة خمس، ستة في خمسة ثلاثون، نكتب الصفر نرتبط بالثلاثة، ستة في اثنان اثنا عشر، وثلاثة خمسة عشر، ستة في ثلاثة ثمانية عشر، والواحد تسعة عشر، ستة في اثنان اثنا عشر، والواحد ثلاثة عشر. ثم نضع الزائد، خمسة زائد هذه صفر، هذه أصفر، خمسة زائد خمسة، خمسة والاثنان سبعة، ثلاثة والسبعة عشرة، نعتقد بالواحد، اثنان واثنان أربعة، والواحد خمسة، والخمسة عشرة، نعتقد بالواحد، ستة والواحد سبعة، والتسعة ستة عشر، نعتقد بالواحد، اثنان وثلاثة خمسة، ثم واحد. إذن لقراءة هذا العدد نقسم الأعداد من هنا إلى ثلاثة، من جهة اليمين إلى ثلاثة، نلاحظ أن هذه جهة الآحاد، وهذه جهة الآلاف، وهذه جهة الملايين، إذا مليون وخمسمائة وستون ألف وخمسة وسبعون، مليون وخمسمائة وستون ألف وخمسة وسبعون، وشكرا.